يقاوم، ما حدا يقاوم. رجال رجال يا اخوان لو سمحتوا. رجال يا رجال شباك في ورا، شفت كيف قدامك؟ وين كنتوا؟ حاقد الطريق يا رجال، حاقد الطريق، خلينا نمشي عليها. عبدي وانا عبدي وانا يا اخوان بس اتركوني نمشي. ممنوع المسيره يا زمير. مين قال اللجنه تاخذ قرار ونمشي؟ انا من هون مع الشارع يا حاجي. شغلتك ليش ممنوع المسيره؟ بس ليش؟ مين المنعها يعني؟ المسيره مين منعها؟ مين منعها؟ والله معلش يا ابو بدي اشوف مين المنع المسيره. المسيره مين منعها؟ 12 اشخاص يطلع همه يطلبوا مقابله جلالة سيدنا. يلا توكل على ماشي. هم نفسه يطالب جلالة سيدنا ماشي. حملات صلي على النبي، حملات صادمه مع الشرطه بدك هذول طالعين واجب بدك واجب. ما اختلفناش مناش الصادمه احنا والامن. احنا اللجنه هي طالب مطالبه لجلالة سيدنا فقط. رئيس حكومه مرتجي من جهات ترى ما ياخذ عمونه، ما ياخذ عمونه، ما حدا بيحجج غيره، ما ياخذ عمونه ولا نواب بيحلوا الموضوع. الموضوع عند جلالة سيدنا بس. رئيس حكومة ماخذ من الدول برا الأجنبية أن يستورد لنا جهاز مقابل عمولة خاصة شخصية. مستحيل هذا الحاج يصير راجع لنا. أنتوا لا تقولوا أنه وين القطاع الزراعي؟ أنا باخذ عمولة عليها حدد القطاع الزراعي. رئيس حكومة ولا مش رئيس حكومة؟ مختصر الحكي. نعم. رئيس الحكومة ما حل مشكلتنا، بنروح لجلالة السيد. رجال سيد طيب وين اللجنة؟ اللجنة؟ طيب وين حمل اللجنة الآن يا ولد؟ ما فيش اللجنة. في لجنة؟ اللجنة تروح تعمل لها حجات. ما فيش ما جواب. وكل حل ثاني. بقول لك ما في زلم وراها. امشوا وارجوا لجنة إنه في زلم. خلي اللجنة تقرر الآن وشو شباب يقرروا. رئيس حكومة فاشل ما اختلفناش. خلي الآن قرار لجلالة سيدنا. شوف شو اللي مسوي الديوان الملكي، يجيبون القرار من الديوان الملكي. احنا جلالة سيدنا بنصوره بس بس احنا ناخذ قرار من ديوان من جلالة سيدنا. يقول بدي احط 1000 ضريبة، احنا موافقين. بس الديوان جلالة سيدنا يطلع يحكي لنا كلمتين ضريبة. بكره بيلاقوا جاد. بيلاقوا جاد بكره. ما بيلاقوا جاد. بيلاقوا جاد مش علينا لحالنا. ما بيلاقوا جاد بكره والله ما بيلاقوا جاد. كيلو جاي يصير بيرتين عليكم. ما حداش بيلاقوا قرارات. انتم شو مكافيين كلها قروض؟ ما احنا عارفين بعض البعض. ما احنا عارفين بعض البعض ليش؟ عمي منا قرار من جلال سيدنا، منا قرار من جلال سيدنا. بترمش بوقف معك. بدي اوقف معي ولا بدي اوقف معك. هم كلهم شاعرين وعارفين يا زلمه.